الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والسريع إلى حد ما مسألة برمجة خطية بمتغير ثنائي، وهو الجزء الأول من برمجة خطية بمتغير ثنائي Binary Linear Programming Part 1. على بركة الله نبدأ، إن شاء الله يكون في فائدة لكم جميعا أحبتي. تعودنا في مسائل البرمجة الخطية التقليدية على استخدام متغيرات كمية مثل مقدار كلفة الإنتاج، مقدار الإنتاج، سعر بيع سلعة معينة، والربح المتحقق من البيع وهكذا. لكن الآن تختلف البرمجة الخطية بالمتغير الثنائي، حيث لا يأخذ المتغير القرار Decision Variable فيها هذه المسائل إلا واحدة من القيمتين الآتيتين، إما الواحد الصحيح أو الصفر، نعم أو لا، ذكر أو أنثى، استخدمنا أو لم نستخدم، إذن واحد أو صفر. لنفترض كمثال، وهذا مثال عملي، بأن شركة ما أعلنت عن حاجتها إلى توظيف مؤقت لأربعة أشخاص بتخصصات مختلفة، هندسة نفترض أنها X1 ككمية، ومحاسبة X2، وخبير اقتصادي X3، وحاسب كميات X4. هذه المتغيرات القرار X1 وX2 وX3 وX4 لا تأخذ إلا قيمة واحدة، إما واحد صحيح أو صفر، أي أننا استخدمنا الهندسة أو لم نستخدمها، وظفنا الخبير الاقتصادي أو لم نظفه، أو المحاسبة وظفنا الخبير الاقتصادي أو لا، وحاسب الكميات أو لا. وأن الشركة قد تختار أن تعبئ الشاغر المعلن عنه أو لا، يعني إما توظف هذا الشخص أو لا توظفه لفترات ثلاثة فقط، الآن ثلاث فترات، ما يعني بأن صياغة المسألة تكون كما يأتي. الآن هنا طبعا الجزء الأول من الصياغة، X1 تساوي 1 إذا تمت تعبئة الشاغر، أي إذا قمنا بتوظيف من هو بالحالة هاي الهندسة المهندس، وصفر خلاف ذلك، إن لم نوظفه نعطي X1 تساوي صفرا. هنا X2 اللي هو المحاسبة، إذا وظفنا محاسبة فبنعطيه قيمة واحد، وخلاف ذلك إن لم نوظفه بأخذ القيمة صفر. X3 اللي هو خبير اقتصادي يأخذ القيمة واحد إذا قمنا بتوظيفه أو قامت الشركة بتوظيفه، ويأخذ القيمة صفر خلاف ذلك. وأخيرا حاسب الكميات X4 تساوي 1 إذا قامت الشركة بتوظيفه، ويأخذ القيمة صفر إن لم توظفه الشركة. يمكن الآن أن تكون الصياغة كما يلي: X sub i تساوي 1 أو 2 أو 3 أو 4، لأنه عندي هنا أربعة متغيرات قرار: الهندسة، المحاسبة، الخبير الاقتصادي، وحاسب الكميات. فـ i تساوي 1 أو 2 أو 3 أو 4 تساوي 1 إذا تمت تعبئة الشاغر، وصفر خلاف ذلك. أوكي؟ نتابع على بركة الله. الوظائف المؤقتة ستدوم لمدة 3 فترات، الفترة الأولى، الثانية، الثالثة، بكلفة أجور وتعويضات الموظفين المؤقتين كما يلي. هاي الآن عند الجدول: التخصص، لاحظوا السهم إلى اليسار، هندسة، محاسبة، خبير اقتصادي، حاسب كميات، والموازنة المتاحة للفترات الثلاثة كما يلي. الآن لاحظوا الفترة الأولى إذا وظفنا تخصص هندسة يكلفنا كل فترة، الفترة الأولى 75 دينار، دولار، جنيه، شو ما كان، للفترة هذه أو لكل، يعني كل شهر خلال الفترة أو كل أسبوع خلال هذه الفترة. إذا وظفنا المحاسب كلفته 55 بالفترة الأولى، إذا وظفنا خبير اقتصادي كلفته 40، أحاسب الكمية 35. لكن يعني الآن الهندسة رمزها X1، وبالتالي كلفة X1 75 بالفترة الأولى، كلفة X2 55، كلفة X3 40، كلفة X4 35، لكن لا يتاح أمام الشركة أو في موازنة الشركة إلا 150. لاحظوا لي، لو جمعنا هذه القيم بتكون أكثر من 150، لكن أقصى كمية أو أقصى موازنة متاحة لكل فترة 150. نأتي على الفترة الثانية، كلفة X1 اللي هي الهندسة 50، المحاسب اللي هي X2 40، خبير اقتصادي 44، حاسب كميات اللي هو X4 30، لكن لا يوجد بالموازنة خلال الفترة الثانية إلا 120. وأخيرا الفترة الثالثة 70، 51، 32، 55، يعني الهندسة إذا وظفناها بالفترة الثالثة بكلفني 70، المحاسب 51،
خبير اقتصاد 32، حاسب الكمية 25، لكن لا يتاح غير متاح أكثر من 150 بالفترة. طبعا هنا دنانير، دولارات، ربما آلاف، ربما مئات، ربما ملايين، الله أعلم الآن. يعني هذه الأرقام مجرد، بهمني أنا الآن الفكرة. صافي العائد من الهندسي للفترات الثلاثة 400، صافي العائد إذا تم طبعا يعني توظيفه، العائد من المحاسبة 250 لكل الفترات الثلاثة، صافي العائد من الخبير الاقتصادي اللي هو X3 210، وصافي العائد من حاسب الكميات اللي هو X4 230 إذا كان وظفناه في الفترات الثلاثة. وبالتالي الآن هنا لاحظوا لي هذه كلفة التوظيف، وهنا الآن الموازن المتاح للفترة الثلاثة، وهذا هو صافي العائد. إذا تكون صياغة المسألة في هذه الحالة كما يأتي، كما يأتي. We want to maximize، نريد أن نعظم الدالة اللي هو 400 مضروب في X1 زائد 250 في X2 زائد 210 في X3 زائد 230 في X4، علما بأن X1 لا تأخذ إلا 0 أو 1، هنا 0 أو 1، 0 أو 1، 0 أو 1، ليس 0 و 1، 0 أو 1. فنريد أن نعظم هذه الدالة للهدف اللي هو العائد، صافي العائد من توظيفنا ل X1 أو X2 أو X3 أو X4. خضوعا للقيود التالية، Subject 2 هذا القيد الأول، كلفة كل واحد من X1 75، إذا 75 في X1 زائد 55 في X2 زائد 40، هنا 40 في X3 زائد 35 في X4 4، لكن لا يتاح أكثر من 150، إذن بيكون أقل من أو تساوي 150. هذا القيد الأول اللي هو الفترة الأولى، هذا الآن الفترة الأولى. الفترة الثانية 50 في X1 زائد 40 في X2 زائد 44 في X3 زائد 30 في X4، هيها الأربعة بكون أقل من أتساوي 120، إذن هاي الفترة الثانية. والفترة الثالثة والأخيرة اللي هي 70، لاحظوا 70 في X1 زائد 51 في X2 زائد 32 عفوا في X3 زائد 25 في X4 أقل من أتساوي 150، هاي الفترة الثالثة. وفي جميع الأحوال يجب لا تأخذ XI اللي هي I بالحالة هي 1 أو 2 أو 3 أو 4، لا تأخذ إلا واحدة من قيمتين، 1 أو 0. هاي المسألة الآن بكل بساطة قربنا على الانتهاء. الآن هذا بتذكر يعني هنا كمثال، كمثال إن لم نستخدمه، يعني هنا وضعت الآن هاي الآن، لنفترض أنه X2 تساوي صفرا، وبالتالي لم تقم الشركة باستخدامه، يعني لم توظف بكل الحالة هاي في هذه الحالة الفترة الثانية لم تقم بتوظيفه، وبالتالي هنا لم يستخدم هذا المتغير. أخيرا الآن هذه المسألة غير قابلة للحل بالطريقة البيانية، لأنه في عندي ثلاثة قيود وعندي أربعة متغيرات، والقيد الخامس والسادس والسابع بأن X1 و X2 و X3 و X4 لا تأخذ إلا قيما صفر أو واحد. ولهذا السبب فقد قمت بحلها بواسطة أمر السولفر في برنامج إكسل. إن شاء الله سأخرج إن شاء الله تعالى مقطع منفصل أشرح فيه كيف نستخدمه، لكن الإجابة عندما استخدمت السولفر لهذه المسألة بالذات كانت الإجابة كما يلي: المنشأة حتى تعظم أرباحها أو العائد الصافي العائد لها يجب أن توظف X1 X2 بالمرة المحاسب بالحالة هاي، بتوظف X3، إذن X1 تساوي 1، X2 تساوي 0، X3 تساوي 1، X4 تساوي 1، أعظم عائد يساوي 820.91. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة العظمى أحبتي جميعا. إن شاء الله في مقطع لاحق سأبين أو يعني أخرج المقطع الثاني، الجزء الثاني، برمج خطي متغير ثاني، وأبين كذلك الأمر في مقطع لاحق كيف نستخدم أمر السولفر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى. بارك الله بكم.